اعتزال اكتر من هزال يا امي. خبرني حياتك، فقدرت تترك الشغل وتجي؟ زبطتها وقدرت ازمر 3 ايام. رح يكونوا احلى 3 ايام بحياتي. خبرني، بدي اعرف كل شيء صار معك انت وبيت. انت خبريني شو بدك تعرف عن اياد. شو بدك تعرف عني؟ كل شيء، كل شيء. كيف عايشين؟ هو حدا كتير محترم، والأهم من كل هيدا أنه نحن متفقين، يعني كل فترة وكل واحد بروح بحال سبيله. وين بنام؟ أكيد مش معي بزيت الأوضة. إيه بس وين بنام؟ بالصالون. وعادي بتروقوا سوا وبتشربوا نسكافيه سوا، من عشية بقلك تسمعي على خير، ما أنت بتلاقي كل هالقصص طبيعية. حياتي أكيد لأ، مش هذه هي الحياة اللي انت متخيلها. يعني نحن اكيد بنشوف بعض وبنحكي اوقات، بس نحن متفقين، يعني هو الشخص اللي رح يوصلنا لعندك. رنا بدك تعرفي شغلي، لطالما عايشة مع هذا الانسان تحت سقف واحد، انا كل يوم عم بموت 100 موتة. وانا بديك تعرف اني مش رح كون حدا غيرك، ومش رح يمس لحدا غيرك. بعرف، بوثق فيكي. وانا بحبك. بيعرف انك معي؟ شو هالسؤال هذا؟ سؤال صعب. عم بسألك بيعرف انك معي؟ لا. بغار عليك؟ لا اكيد مش هيك القصة. لكن شو؟ بتخافي منه؟ يا ما دلعم تقول هيك، ما هو بيعرف بعلاقتنا. بس انه ما بيسمح لك تشوفيني صح؟ اساسا انا ما سألته تيسمح لي ولا ما يسمح لي. لكن ما بيخليك تشوفيني صح؟ انا ما خبرته اساسا تيسمح لي ولا ما يسمح لي. ليه ما خبرتيه؟ تكون مرتاحة معك. عم يوجعك ضميرك؟ حاسة حالك عم تخونيه؟